اهلا وسهلا فيكم بقناه زين عالم الدين، القناه المتخصصه بصناعه الكوميرشلز، اكثر شيء الكوميرشلز يلي خاصه بالبرودكتس والفود فوتوغرافي بشكل خاص. الاسبوع اللي مرق نزلت فيديو على القناه تبعيتي على يوتيوب بيحكي عن كيف عملت انا كوميرشل لمانستر انرجي دريم. هيدا الفيديو كانت مدته 50 دقيقة، يعني مدة طويلة كتير، فحبيت هيدا الاسبوع انه نزل هيدا الفيديو بمدة اقصر من هيك بكتير. فهيدا الفيديو حيكون نفسه زيته الفيديو تبع الاسبوع يلي مرق، حيكون مختصر. وبالنسبة لهيدا الفيديو الطويل يلي نزل هيداك الاسبوع، هيدا فيديو انا ماشي فيه from scratch، كيف بدك تبلش from scratch. هيدا بيفيد اكتر شيء المبتدئين البيجنرز، بيفيدهم لحتى كيف بدهم يستعملوا ادوات التصوير وكيف بدهم يستعملوا برامج الاديتنج مثل Final Cut Pro. فاذا كنت من المبتدئين ومن المهتمين بصناعة هيدا النوع من المحتوى، في لينك تحت بالدسكريبشن فيك تفوت علي بوصف الفيديو، بتاخدك على الفيديو الاول يلي هو 50 دقيقة موجود بشكل مفصل، المعلومات يلي حتكون مذكورة بشكل عام هون بهيدا الفيديو المختصر. وبتمنى من الكل يحبوا هيدا المحتوى يلي عم قدمه. اوكي، فبالفيديو تبع اليوم انا بدي صور فيك كوميرشل او اعلان غير رسمي لمشروب الطاقه مانستر انرجي درينك. فلحتى صور هيدا الاعلان في عندي مجموعه من اللقطات انا بدي صورها باستخدام السوني A7 مارك 3 تبعيتي، طبعا اللينك تبعيتي اذا بتحبوا تطلبوها اونلاين موجوده بوصف الفيديو تحت بالديسكريبشن. فانا باللقطه الاولى عم بستعمل ضوء قدامه ديفيوزر وضوء ورا التانكي لحتى اعطيها باك لايت او ضوء خلفه، وعم علي الكرتون شوي شوي لحتى ضوي عندي التانكي بالطريقة يلي انتو شايفينها بالفيديو هون، وهيدي النتيجة يلي طلعت. اما باللقطة التانية فانا استعملت هيدي الخشب واستعملت معها كرتونة سودا مقصوصة بشكل دائري بهيدي الطريقة لحتى ما تبين معي بالكاميرا، باللقطة تكون معزولة ومبينين التانكي لحالها، وصورت التانكي بكذا اتجاه باستعمال هول اللايتنج يلي طبعا كل شيء في لينكس موجود بالديسكريبشن تحت اذا بدكم تطلبون اونلاين مع الكاميرا. استعملت مي والجليسرين لحتى رش على التانكي لحتى تعطي اللوك انه هي بارده وعرقانه مثل ما نكون شايفين بهيدي اللقطه، وبلشت التصوير خدتها بكذا اتجاه وهيدي كانت النتائج. اما باللقطه اللي بعدها كنت بدي بين اطراف التانكي هي وعم تلمع بطريقة اني مر الضوء مثل ما نكون شايفين، والكاميرا ثابتة على الترايبود، وهيدي كانت النتيجة. بهيدي اللقطة كان بدي بين لوك التانكي هي وعرقانة جدا مبينة باردة وعم بتنزل نقط مي عليها، فاعتمدت انه صورها ثابتة والكاميرا على الترايبود ورش عليها كمية كبيرة من المي والجليسرين مثل ما نكون شايفين، وهيدي كانت النتيجة. اما بهيدي اللقطة كان بدي طلع التانكي مع اللوجو هي وعم تسكب الانرجي درينك منها، واستعملت طبعا تابروير ازاز لحتى ما نكون عم نكب الدرينك على الارض او على الطاولة، وهيدي كانت النتيجة. بهيدي اللقطة اللي هي اللقطة الاخيرة اعتمدت انه الكاميرا تكون مطلعة التانكي كلياتها، وطبعا رجعت رشيت مي وجليسرين لحتى نجدد هيدا اللوك بانه التانكي تبين باردة، واعتمدت اني اخد كذا روتيشن او كذا برمي للتانكي لحتى بعدين اقدر اعملها ماسك واعزلها للقطة الاخيرة مثل ما حتشوفوا بعدين بالأدت، وهيدي كانت النتيجة. يلي عملته بالأديتنج بعد ما عملت إمبورت للقطات تبعيتي على Final Cut Pro وحطيتهم على التايم لاين، بلشت قص كل لقطة مثل ما أنتم شايفين بالمكان يلي أنا بدي إياه وبيحسب ترتيبهم بالفيديو بالشكل الصح، طبعا بالتفاصيل ليش أنا عم قص كل لقطة من هون لهون وشي يلي عم بعمله فيها فيكن تشوفوها بالفيديو التاني بديسكريبشن الفيديو تحت يلي هو الفيديو المفصل مدته 50 دقيقة إذا كنت من البيجنرز. معظم اللقطات استعملت فيها السلو موشن واستعملت فيها السكيل اب والسكيل داون مثل ما عم تشوفوا بهيدي اللقطة، وكمان استعملت السبيد رامبس لحتى يبين الفيديو
من سريع لأبطاء وبالعكس. أما بالنسبة للقطة التابر وير فاعتمدت أني أقرب السكيل على الآخر، أعمل لها سكيل أب لحتى تبين أنه عم ينزل الانرجي درينك بقلب كباية منه بقلب تابر وير أكيد، واستعملت الكي فريمز، اشتغلت على الواي أكسس لحتى أعطي حركة للكاميرا أو كاميرا موفمنت من تحت لفوق مثل ما نكون شايفين بالفيديو. أما باللقطة الأخيرة يلي عملته أول شيء أنه جبت الشيب ماسك، حددت التنكة لحتى اعزلها عن الباقي وقدر اتصرف بالباك جراوند، حط السموك وحط كل شيء انا عايزه بالفريم عندي. فاللي عملته انه حددت الشيب ماسك على التنكة ومشيت كل فريم بفريم لحتى يطلع الفريم ماشي مع التنكة كل الوقت all the way لحتى نوصل لاخر الكليب واخر فريم وقت التنكة مثل ما نكون شايفين اللوجو تبعها مبين على الشاشة. عملت له shift h لحتى اعطي فريز فريم هون لحتى يكون معي بالآخر صورة أقدر أتحكم فيها وتكون اللوجو هو اللي مبين عندي بالشاشة. اللي عملته بعده حطيت كي فريم على السكيل وبعدت التنكي على الأخير وخليتها تجي من بعيد لأقرب لحتى وصلت ل65% عند الفريز فريم لحتى تكون أجت من بعيد لقريب وخبطت على الشاشة عطيت هيدا الإفكت. وبعدها جبت سموك إفكت حطيته فوق الفيديو تبعي اللي عملت له ماسك اللي هو تبع التنكي وعملت البلاند مون تبعه سكرين، عملت له دوبليكيت عملته مرتين لحتى اقدر جيب سموك من اليمين ومن الشمال لحتى اعطي هيدا الافكت انه التنكي طلعت من قلب الدخان. ورجعت نفسه زيته السموك عملت له كوبي وعملت له بيست وطبعا عملت له البلاند مون سكرين وكبرته وخففت له الاوباسيتي لحتى يصير تقريبا بشكل كتير هافي قدام التنكة تبعتنا لحتى تضل مبينة. اما بالنسبة للخلفية اللي انتو شايفينها هون فهيدي جبتها من ادوبي ستوك، طبعا اللينك وكل شي في لينكس بتكون ياها وبتعوزوها موجودة بوصف الفيديو تحت وبوصف الفيديو تبع الفيديو الاوريجينال يلي هو 50 دقيقة. اذا بتكون تنزلوا اي باكجراوندز من ادوبي ستوك او اي شي فوتج ستوكات بتعوزوهم اللينك تاعيتهم موجودة بالدسكريبشن تحت، فيكم تنزلوا هيدي القصص بممبرشيب من ادوبي ستوك. بعد استعملت الباند ترانزيشن حطيته على الخلفية عندي وخليته يمرق بشكل كتير سريع لحتى يبين انه الحديد طبق على بعضه، وزبطت هيدا الترانزيشن على الحركة تبعية التنكة من ورا لقدام. وبعد لحتى اعطيها افكت انه هي خبطت على الفريم عندي على الشاشة حطيت الايرثكويك افكت بتلاقوه بقلب فاينل كات برو، عملت له كي فريم لاول فريمات بالفيديو عندي وبعدين رجعت ثبتت الصورة لحتى ما تضلت رج كل الوقت. رجعت بعدين عملت لها دوبليكيت للتنكة وخففت كل شيء في إضاءة عليها لحتى تصير سودة على الآخر، وعملت لها بلور لحتى تصير عندي شادو لألا أو خيال، حطيت هيدا الشادو أو الخيال ورا التنكة الأساسية وخففت لها الأوباسيتي أو الوضوح تبعها على الآخر لحتى صارت عندي بهيدا الشكل. بعدها جبت لوجو مانستر انرجي درينك يلي بيتضمن كمان كلمة مانستر انرجي درينك، حطيته بالشاشة بالمطرح المناسب يلي انا بدي اياه، عملت له كي فريم على السكيل، عملته من اقرب لحجم المناسب وحددت الفريمات يلي انا بدي اياها، وحطيت له بعدين كلمة مانستر انرجي درينك كمان اعطيتها نفس الكي فريمز لحتى يجوا مع بعض بنفس الوقت. بعدها جبت كاستيوم تكست من فاينل كات برو وحطيته وكتبت فيه Unleash the Beast يلي هو السلوغن تبع الشركة، اخترت الفونت المناسب ونزلت جبت له الألوان عملتهم gradient وجبت الألوان تبعيت الgradient من اللوجو نفسه لحتى صارت معنا هيدي النتيجة، وعملت له نفس الحركة يلي عملتها للوجو بس على الميل التاني. واللي عملته بهيدي العملية السريعة بعد أن قصيت كل شي في كليبات عندي وزبطت لهم وقتهم مع بعض وحطيت لهم ساوند افكتس مؤثرات صوتية وحطيت لهم موسيقى، وبعدها لحتى اعمل ترانزيشن بين كل كليب وكليب استعملت الجراجويتد ماسك اللي فيكن تلاقوه بفاينل كات برو، استعملته بكل لقطة شي من تحت لفوق وشي من الشمال لليمين وشي من اليمين للشمال لحتى صار معي الفيديو بهيدا الشكل يلي انتو شفتوه بالنهاية. طبعا لطريقة توزيع الساوند افكتس او المؤثرات الصوتية انا لازم النتيجة اللي تكون عندي بالاخر هي انه الفيديو ينحضر بدون موسيقى ببس مؤثرات صوتية وارجع بعدين حط له الموسيقى لحتى تزينه. وهيك فيديو الفيك كوميرشل صار جاهز عندي مثل ما انتو شفتوا بشكل كتير سريع، وهلأ حقتلكن مع هيدا الفيديو وححضركن ياه مع ساوند ديزاين ومع ميوزك.
واذا كنت عم تحضر هيدا الفيديو وقصة منك عامل سبسكرايب، فبتمنى تفوت تعمل سبسكرايب وتعمل شير لهيدا الفيديو اذا بيهمك غيرك يستفيد لحتى تشوفوا الفيديوهات الجاية لقدامك.